هاي، رغم تطورها الكبير بعد التجارة عبر الإنترنت بتشكل 15% من نسبة التجارة العالمية. هلأ التقديرات بتقول إنه الزبائن رح يقوموا ب 95% من مشترياتهم عبر الإنترنت مع حلول 2040. هلأ مع حلول 2021 رح تكون الهواتف النقالة مسؤولة عن 75% من عمليات الشراء الإلكتروني. أكثر السلع يلي بيتم شراء عبر الإنترنت هي التياب، بيتباع الكتب، الدي في ديز وألعاب الفيديو والإلكترونيات. 55% من الأشخاص يلي بيتسوقوا عبر الإنترنت بيعتبروا أن التوصيل والشحن المجاني هن من أهم العناصر لإتمام عملية الشراء. 80% من الأمريكيين تسوقوا على القليل مرة واحدة عبر الإنترنت مقارنة مع 22% سنة 2002. 51% من المستهلكين بالمملكة المتحدة بفضلوا يتسوقوا أونلاين. مين قال أنه 74% من المتسوقين بيشوفوا تفاعل الناس على شبكات التواصل الاجتماعي مع أي شيء ناويين يحصلوا عليه قبل ما يشتروه؟ أنا قال بشوفكم بكرة.